اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن هشام يكن، كابتن منتخب مصر ويعني كاس العالم بقى ونادي الزمالك الاسبق. منورنا يا كابتن. اهلا بيك، ازيك يا محمد؟ عايش الاجواء وعارف يعني ايه بقى انتصارات كاس طبعاً. العالم؟ اكيد اكيد احساس مثير نتكلم فيها. مثير طبعاً. طبعا الحقيقه يعني كاس العالم. ومعانا طبعا ناقدنا الرياضي الكبير استاذ بليغ ابو عايد. ازيك يا استاذ بليغ؟ اهلا بيك يا استاذ محمد، منورنا. الله يكرمك يا رب. ومعايا زميلنا العزيز محمد مصطفى، منورنا يا ابو حميد. اهلا بيك يا استاذ محمد. محمد مصطفى كان جاي طيب قبل كاس العالم، كان جاي بقى بتخربش دلوقتي. كان بيتعامل معانا احنا طيبين، بعد كده يجي يقعد بص عامل زي النمر. طبعا بسم الله ما شاء الله، معلومات عندهم معلومات. لا مش بس معلومات، دلوقتي بقى قاعد يشاكس معانا، خد بالك. مره في مره صح ولا لا؟ عشان مستني الغدوه بس. كان معانا في الرهان بتاع الغدا. كابتن هشام، الاول خلينا نبدا بالارجنتين النهارده. انا بقول في بعض الاحيان مش الكرة بتحب ميسي ولا هقول الكلام ده، لكن القدر ينصف. يعني اللي عمله ميسي على مدار تاريخه فعلا اسطوره. تكتمل الاسطوره ان يحقق لقب كاس العالم، يعني الحاجه الوحيده اللي ما عملهاش، وعمل كل حاجه. دوريات اوروبيه عظيمه، احسن لاعب في العالم ست مرات مش كده؟ ولا سبع مرات بدوري ابطال اوروبا مع برشلونه، عمل كل حاجه في الدنيا. هو اغلى واحد واغنى واحد، كل حاجه. الحاجه الوحيده، وخد كوبا امريكا حتى مع المنتخب، كاس امريكا الجنوبيه، الحاجه الوحيده كانت كاس العالم. وبعدين البطوله الارجنتين مش احسن حاجه، ده منتخب لو قلت لي قول لي احسن 8 منتخبات ممكن يبقى سابع في وانت بتقول رايك الفني يعني. ورغم كده القدر على ما يبدو قرر ان ينصف ميسي ويصبح فعلا اسطوره زي مارادونا بهذا اللقب. انت شايف ايه؟ بص انا هقول لك على حاجه، انا النهارده يعني لاحظت ان ميسي النهارده كل عصارة الفترة اللي فاتت طلعها رايق بالظبط. اولا كان مبتسم في، ما كانش مشدود، نزل المباراة بشكل اصلها بتقرب يا كابتن. طبعا خلي بالك شكلها بتقرب يعني. الاول كان مشدود لان كان بيعاني في الدور الاول، خسر من السعودية، الماتش التاني كان بيعافر، انما هي حاسه انها بتقرب. بس انت مش ملاحظ حاجة ان يعني الارجنتين اتغلب في اول ماتش؟ ودي حصل لها قبل كده في كاس العالم برضه، كاس العالم برضه مع الكاميرون تقريبا، مع امم بيك في اسبانيا 2010. اسبانيا برضه خسر في 2010 اول ماتش، وكسب اللقب ومره الارجنتين، بس مش عارف 86 ولا 90. ان هو قصده على الماتش 90 كان الكاميرون، بس هو فاينل بس هم خسروا فاينل قدام المانيا في 90. انا مش فاكر 86 اول ماتش، 86 لعبوا كوريا اول ماتش كسب 3-1، كسبوا كوريا. اتفضل يا عم اهو مصطفى، شفت معلومات ما شاء الله. فميسي طبعا انما اسبانيا هي الاول ماتش وخسرت وخدت اللقب. وفي نماذج اكيد، في نماذج طبعا اكيد. لكن النهارده لا، ميسي النهارده يعني ابدع في كل حاجه، في تصرفاته وتحركاته. لا وبعد كده ايه، الكوره ما بيفقدهاش، حتى لو هو بيفكر بيفقدها في اللحظه الاخرانيه تلاقي لازم يكون فيها تاتش رايح لحد. يعني كان النهارده سلس جدا في ادائه، كان بيتعامل مع الكره بشكل كبير جدا. وانا جيت قلت النهارده الفرق ما بين الارجنتين وكرواتيا النهارده في امكانيات ميسي وكرواتيا. يعني الفرق بين ميسي وكرواتيا بالظبط. لا وما ادريتش يعني ان هو نفس يعني بيلعب لعيب كان كبار يعني بار جوه الملعب، ومين فيهم هيبقى هو اكتر القائد الاقوى الاحسن. فانا لقيت ان ميسي عنده، لان ميسي بيخش جوه منطقه الجزاء بيعمل الحاجات الدبل باس بشكل غريب وسريع، لعيبته كلها كمان متفاهمه معاه يعني دايما بيبقى فيه جد بالظبط. لكن مدريتش مثلا مع كرواتيا هو لعيب بياخد الكرة بيعرف ينقل الكرة من اتجاه لاتجاه، من الاداء ده بشكل جميل جدا وكل حاجه. لكن ميسي عنده خدعات في الاداء، عنده الخدع اكتر، متهيألي اكتر لعيب في العالم عنده دي دلوقتي بالظبط. يعني النهارده مثلا انت شفت الجون الثالث، يعني وهو واخد الكرة وبيروح بيها بيعطل اللعيب ازاي بذكائه. ما انت النهارده لما اجي النهارده مدافع بيجري ورا لاعب وبيخش معاه وهيحس ان في سرعه هيحصل وان المدافع هيحصله، يضطر ان هو يقف ويروح راجع تاني يرقص ولعب تحت. الرد الفعل بتاع المدافع هنا بيبقى صعب جدا، ان هو هيقف امتى وهيتحرك امتى تاني.
فطبعا دي ذكاء وقدر يخش ودخل بيها في منطقه الجزاء وقدر يعملها بشكل عرضي شايف الراجل اللي جاي وحاططها بالظبط وحاططها طبعا. فده مش لعيب عادي, ده لعيب فعلا عنده ذكاء فطري جوه الملعب, وده اللي نجح الارجنتين النهارده. يعني تبص تلاقي كل ادائهم في الحاجات اللي ايه اللي فيها مثلثات صغيره, يعني تلاقي دبل باس والشغل مع بعضهم تلاقيه كتير, وده اللعيب الايجابي فعلا لصالح المنتخب بصراحه. طيب هروح للاستاذ بليغ واقول له الفريز الجول الثالث مش شبه جول شادي حسين في الاسماعيلي؟ والله لازم محمد, يعني طبعا الكره اكيد فيها يعني لقطات احيانا بتيجي طب شبه ولا كده. طبعا جون وجون شادي حلو والله مش وحش يعني. لا نفس الفكره اللي هو فكره على فكره الكابتن سيد معوض يعني قال قبل كده حتى قبل ما الاهلي يعمل الجمله دي, ان بيبقى صعب جدا على الباك لما بتطلع ناحيه الخط وتقوم ردد الكره لورا, بيبقى اتجاه الباك نفسه صعب جدا ان هو يتعامل مع الكره لما الفيرود بينزل لتحت ويبقى وش للجول, بتعمل مشكله كبيره جدا. طبعا فرق سرعه هنا في رد فعل المدافع مع الفيرود طبعا, لان انت بتخطفه في جزء من السنة ترجع ورا ثلاث اربع خطوات على ما يبتدي يلم نفسه ويعمل فرق سرعه. الستارتنج دي بتاخد جزء من الثانيه, بتاخد هي ممكن بتكون بالنسبه للعين المجرده انها يعني يقدر يروح راجع على طول, لكن لا دي رد فعل فيها كمان يا كابتن فيها فرق سرعه جامده, لان الكوره عباره عن يعني اجزاء من الثانيه اجزاء من الثانيه. وطبعا النهارده يعني لو بعيد عن الهدف فبصراحه يعني زي ما حضرتك قلت في المقدمه على غير العاده ما بتفقش معاك كتير, بس اتفقت معاك ان النهارده انه فعلا انا بتفقش معاك خالص الكره يعني انت ما بتفقش معاك كتير معناه ايه؟ انا كنت اتفق معايا قليلا لكن انا اتفق معاك نهائيا يا بليغ. لا انا انا هو جاي لك في اتفقت معاك في اتفقت معاك في موضوع ميسي بصراحه فعلا يعني القدر عاوز يعني فعلا. وخلي بال حضرتك حتى رونالدو, حتى رونالدو الناس كانت نفسها شافت رونالدو وشافت عطاء وكانت نفس الناس ان رونالدو يختتم حياته يختم حاجة افضل يعني يبقى النهايه السعيده لميسي ورونالدو. كان الجمهور وعشاق رونالدو وميسي كانوا بيبحثوا عنه, محدش ينسى خصوصا دي اخر كاس عالم للاثنين, محدش ينسى يعني دي اخر كاس عالم للاثنين طبعا. يعني ميسي ورونالدو في مثلا لما كان ايام في كانوا بيلعبوا في الدوري الانجليزي برشلونه وريال مدريد, كان العالم كله كان كلاسيكو الارض فعلا, كانت الناس كلها بتتابع ميسي ورونالدو, محدش بيتكلم ولا جواز افضل حاجه. فميسي النهارده لما يبقى راجل الجواز بينهم على الجواز الفردي طبعا كلها مفيش 10 سنين ميسي ورونالدو فالاثنين بصراحه يعني اسعدوا الجماهير العالم كله, فكانوا يستحقوا انها في البطوله دي ان هم يكون نهايه سعيده. ميسي رونالدو لم يستطع تحقيق النهايه السعيده, بالعكس يعني ده يمكن يعني كان فكره ان هو ما بيشاركش اساسي, وحتى مراته ان هو المدرب صديقه ان هو يعني ما كانش اللي هو منتظره منه, وحتى رغم ان هو ميسي دلوقتي اتصل رونالدو قال لك انا لسه برضه ما حسمتش بالنسبه لي مصير بالنسبه للعب الدولي يعني ما اكدش اعتذاره. لكن ميسي النهارده راجل النهارده بيلعب 22 مباراه في كاس العالم, حقق رقم قياسي النهارده. ميسي بيجيب 11 جول برضك رقم قياسي في كاس العالم النهارده. ميسي لا ينقصه الا الفوز بلقب احسن لاعب, وانا اعتقد حتى باستثناء الماتش الجاي ايا كانت نتيجته, لانه ميسي كان يلعب يعني هو فريق زي ما حضرتك قلت فريق النجم الاوحد, يعني ميسي كان هو رمانة الميزان فيه بيصنع الفرق. امكانيات يعني الناس كلها كانت بتقول يعني ميسي ده لو مع البرازيل فريق متكامل مع فرنسا كان بقى شكل تاني. يعني ميسي بالعمر ده وسنه ده كله هو اللي شايل الفريق, يعني هو اللي شايل الفريق. وميسي لو اول يعني برضه الواحد بيتابع التصريحات الصحفيه بتاعته بعد ماتش السعوديه والتاني ماتش قال لك احنا ما حضرناش في ماتش السعوديه, ده ما كانش الارجنتين. النهارده ميسي بعد المباراه بيقول لك انا اعيش اسعد لحظات حياتي. هو انا اول مره اشوف ميسي اساسا تصريحاته بالشكل ده, اول طول عمر ميسي حتى في تصريحاته محمد مش كده. لا ده اول مره اشوف تصريحاته حتى تحفيزيه. لا ده تعبيراته وخناقه وبيعبر عن حاجاته عمره ما كان كده. يعني ميسي كان دايما يؤخذ عليه ان هو خجول انطوائي غير كريستيانو. يعني كريستيانو بيعمل حالات وفي يعني النهارده في تصريحاته بعد المباراه بيقول لك انا اعيش اسعد لحظات حياتي, ما عشتش اللحظات اللي عشتها في قطر زي المره دي ومستني النهايه السعيده. هو حاسس ان كاس العالم كان بيناديهم يعني خلاص يشعر هو يعني فعلا الكابتن طيب. يعني ادرى مني بيقول لك الكوره لما بتدي الواحد بيبقى يشعر بيها كده. فهو اعتقد ان هو ميسي خلاص يعني يعني وحتى هتبقى صدمته كبيره وصدمه عشاقه لو ما حققش الهدف بتاعه بالفوز بالبطوله. اعتقد هو بوصول النهائي بقى اقرب اكيد صراحة. طبعا بعيد عن الطرف الثاني ان شاء الله يكون المغرب. لكن محمد يعني برضه كرواتيا فاجئنا,
يعني انا مش مقتنع بقصه اصل لاعب ماتشين 120 دقيقه وفي الاخر الناس دي مدربه على الكلام ده كله يعني، وفي فترات استشفاء الوقت وفي اجهزه بتعمل الكلام ده. صحيح. بس هو احنا انا اتصدمت من الاداء الفني لكرواتيا برضو يعني، هم نازلين حافظين الارجنتين، ارجنتين مش احسن حاجه، عارفين ميسي بيعمل ايه، ورغم كده اخترقوا في الماتش ده، اكتر ماتش حصل اختراق للدفاع الكرواتي يعني. بص كده يا استاذ محمد، المنتخب الكرواتي من اول ما بدا البطوله هو مش احسن حاجه، بس عارف يكسب وعارف يعدي يعني. المنتخب الوحيد اللي ما كسبش الا ماتش واحد، هو كسب ماتش كندا بس، تعادل ماتشين المغرب وبلجيكا، وكان على مقرب ان يخرج لما كره لوكاكو خبطت في العارضه في ماتش بلجيكا، وتعادل مباراه اليابان سلبي وكسب بلينات، وتعادل مباراه البرازيل ببايلك كره في الاخر، ولولا حارس الكرواتي وتصدي للكرات الخطيره لفينسيوس ونيمار كان ممكن جدا البرازيل تخلص الماتش من بدري جدا، ولكن سوء التوفيق وتالق الحارس خلى المباراه في النهايه تروح للاكسترا تايم وتروح لضربات الترجيح اللي رجحت كفه كرواتيا. المره دي الارجنتين اسكالوني ذاكر كرواتيا كويس، وكان عارف ان كرواتيا من الاول هتقفل مساحات، استغل بقى الخبرات والمهارات بتاع ليونيل ميسي. كمان بعد ضربه الجزاء واحراز ميسي انا ما تخيلتش ان كرواتيا هتفك كده، منتخب كرواتيا فعلا فك خالص لدرجه ان بالظبط الجول الثاني راجل الفاريز ماشي بالكره رايحين 3-2 بيمشي بالكره ما فيش حد بيقطعها منه يعني، والكره ماشيه وراح رايحه لغايه ما جت جول. الشوط الثاني برده نفس الكلام، منتخب كرواتيا يعني طبعا يعني هم في النهايه لعيبه خبرات كبيره ولعيبه عندهم مستشفى واجهزه وكل حاجه، ولكن برضه في النهايه ميسي اللي عملها بس عندهم اخطاء دفاعيه جامده قوي. انا بقول لك مستغرب يعني النهارده الاثنين السد باكين جوه الملعب ها ليش اكتر من يعني فرصه يعني، حتى الجونين اللي اتحرك بيهم كلهم هتلاقيهم فيهم جول التالت ترقيصه والجول الثاني اللي الفاريز عمال يمشي بالكره يعني، في قلش وفي يعني واضح ان اخطاء ساذجه لباكين يعني في كرواتيا بيلعبوا سيمي فاينل كاس عالم يعني، اتنين بيلعبوا في كاس عالم بهذا يعني تطليع الكره حتى مرتين، الولد حب يطلعهم بطريقه مش بتاعه لاعب حاطط رجليه ورجلي مرتعشه يعني، اداؤه جوه الملعب حاسس ان في ارتعاش خايف قلقان يعني، الاداء الدفاعي بتاع فرقه كرواتيا النهارده كلهم قلقانين من ميسي، فعشان كده السرعات اللي كانت موجوده وفي تحفز الولد وهو داخل بيجيب الكوره والكلام من ده، التاني ما عندوش توافق. طب هل ده برضه يا محمد هسألك دي أخطاء بقولها كابتن هشام بحكم طبعا إنه نجم دفاع وخبرة عظيمة يعني، فهو بيحس الإحساس ده كراجل سيرد باك كبير كابتن هشام يعني، هل ده نتيجة إيه؟ هل الباك بيبقى متوتر من وجود ميسي؟ طبعا يعني أي باك يكون متوتر من وجود ميسي طبعا دي جزئية. لو جزئية تانية يعني هو احنا بنؤمن بالقدر وبس، التاريخ ممكن يكون بيعيد نفسه. سنة 86 المنتخب الأرجنتيني أول مباراة ليه في كأس العالم قابل منافس آسيوي، 2022 بيقابل منافس اسيوي مره ثانيه، مشاركه كندا سنه 86 كندا طول الفتره دي مش موجوده، شاركه المره دي وجود مارادونا وجود ليونيل ميسي، المنتخب البرازيلي خرج من دور الثمانيه هو المنتخب الانجليزي قررت بنفس الشكل 86 2022، المنتخب الاسباني بيخرج ضربات ترجيح في دور الثمانيه بتتكرر نفس الامر وبيخرج ضربات الترجيح قصاد المنتخب المغربي، فالتاريخ بيعيد نفسه يعني نفس الحاله اللي كانت موجوده مع منتخب الارجنتين 86 كان احسن المنتخب بعد مارادونا طبعا، ما كانش مارادونا راح فاكر طبعا كان فريق كان في بروتشاجا انا فاكر الاسماء واسمه ايه ده لا لا ابو شعر لسه قايل اسمه ايه كان اسمه فالدانو لا باسريلا كان في باسريلا طبعا كانت اسماء كتير جدا مارادونا كان شايل بص لو حطيت مارادونا كان شايل بصراحه يعني كان كمان اقوى وكيمبس يعني مارادونا كان حتى على المستوى البدني والترقيص وكان اقوى من ميسي في كاس بصراحه مارادونا كان بياخد الكره من الجول للجول فاكر كان اخد الجول ده مش ممكن يعني بيشوط من اي حته من لا ما دي امكانيات لعيب غير طبيعي وعلى فكره انا يعني من فرجه الكاس العالم انا مش شايف حد طلع اسطوره يعني انت عارف في لعيبه كده بتظهر انت بتتكلم في اللي طالعين ظاهرين يعني كبطوله شيل ميسي وكريستيانو مفيش حد مفيش ونيمار الاسماء المعروفه بالظبط يعني انت كلهم مفيش حد لفت نظره ظهروا قبل كده مفيش حد لفت نظره يعني كاس العالم ما طلعش نجم الجديد منه اللي انا نقول بقى ده اللي هيشيل المسيره النهارده ممكن تيجي تقول لك في لعيبه بس تيجي تقول ايه الباك رايت بتاع كذا الباك ليفت بتاع كذا مفيش لعيب كوره كده لعيب كويس انت فاهم بتقول ده بكذا لكن اسطوره من الاساطير اللي هي هتلاقي هتتحكي عليها مثلا زي ميسي مثلا
وانت كل بتتفرج عليه وبتستمتع بادائه وبتستمتع بذكائه جوه الملعب. انت انا ببص للعيب لذكائه مش ببص للعيب لمجهوده، يعني ازاي هو يقدر يلعب الكوره وهو تحت اي ضغط اللي هو الضغط الغير طبيعي اللي هو بيبقى فيه تخبيط وتشليت ومعفره وداخل وده السلاسه في الدخول منطقه الجزاء ويقدر يحطها لمين اللي جاي او يحطها في الجون ازاي بأنهي طريقه. هطل شادي حسين انا برضو شايف حته ميسي عنده ذكاء ما بيعجبوش الكلام قالب بص قالب على بص حضرتك انت اللي يعني انت سايب كاس العالم كله يعني ما استمتعتش غير بهدف شادي حسين. انا هتستمتع بيه على طول مع محمد يعني ده شدك كله بصراحه يعني اللي بص يعني يا استاذ النهارده ميسي ليه ملاحظتين في الماتش. ميسي النهارده كان بيتكلم على الجون شادي حسين قال لك احنا لعبنا على طريق شادي كولر حسين واحنا يعني استمدينا النهارده الهدف من لا بقول لك عاملين هدف شادي حسين عاملين دي في دي عارف اللي قبل ما قال لك دي في دي لا يا فندم ده هو بيتفرجوا على طول عاملين دي في دي ايوه لا يا فندم في المحاضره المحاضره قبل المباراه بيفرجهم على الماتش. طب انا هكلمك طب انا هكلمك طب هكلمك حاجه بس انا عاوز هكلمك بس حاجة قبل ما انسى ونبقى ان هو الراجل انت ما بتنساش يا عنده ذكاء اعلامي النهارده في ايه ان النهارده كل الناس بتقول لك ميسي مارادونا فكل يطلع بعد كده كل بعد المباراه يقول لك ميسي مارادونا ينظر الينا من السماء مارادونا احنا بنهدي الفوز فهو حتى قافل على اي سكه النهارده غير ان هو الهدف واحد زي كده فهو كل مره في تصريحه بعد كل مؤتمر لازم يتكلم عن مارادونا فيه. لا انا حاسس ان ميسي جايب حد مستشار والله بجد جايب حد مستشار لتصريحاته. شفت اللقطه دي هو ماسك الخلفيه ده من اول الماتش وعلى فكره انا متاكد مليار في المئه ان المدرب حتى لما بقت اتنين ولا حاجه قال له اسحبك ولا حاجه ورفض اكيد لانه طبعا اللي لا هو على فكره الخب الحته اللي بيحط ايده في الفخذ دي هو اتخبط فيها بركبة يعني لو تبص هتلاقي الخبطه اللي اخدها اخد خبطه بركبه مش 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 خلفيه مش خلفيه لا ما يقدرش يقف في الخلفيه مع الهدف الثالث ده استحاله لا استحاله ده رياكشن ورايح ولف واخد وراح ورجع تاني بيه ثلاث مرات لا ولا بيتخبس على لعيب الكوره فهو العضله بتاعه اللعيب ما تقدرش تاخد لو فيها حاجه طبعا حتى لو مجهده لو بتاع ما تنفعش الاصابه بدل في الم ما تقدرش تعمل رد فعل اللفه دي بالظبط اللفه دي ما تجيبش العيب يعني العيب يبقى سليم فدي خبطه في الرجلين اخد هو من ساعه ما اتضغط عليه في اللعبه دي اتضغط عليه 2 3 فاخد ركبه في الفخده. طب ارجع لبليغ صعود الارجنتين للمباراه النهائيه يعني انا اصبحت مرشح الاول بعيد عن الطرف الثاني يعني حتى لو فرنسا كسب او المغرب ان شاء الله يكسب في النهائي اللي هيبقى ورقه لكن هل انت بتعتبر الارجنتين دلوقتي طبعا هو المرشح الاول؟ لا وكمان يعني فرصها يعني زادت يعني الارجنتين بعد الناس الماتش الاول فبعد ماتش السعوديه زادت لك ده الارجنتين ده لو وصلت لدور الثمانيه مفيش كلنا بنسبه 80% الارجنتين هيخرج هتطلع من دور الثمانيه مش هتكمل صراحه فان انت تبدا منتخب يقدر ما هو ده ثم حظهم زي ما قال احمد عيد كده راحوا الممتاز به يعني قبله في دور ال 16 ما اعرفش استراليا وقبله في دور يعني هو احمد عيد قال لك ده راح الممتاز به معلش ما هو المغرب برضو كان يعني طلع فرق مين طلع اسبانيا لا ما ده النصيب مشوار صعب المغرب كان اصعب يعني حد كان مثلا ان هم المغرب مش بيلعب ان هو الاسباني يعني مستحيل المغرب هتطلع اسبانيا مستحيل والبرتغال بعدين انا اعتقد كمان ان النهارده بالعكس يعني ان هو النهارده بيفوز بنتيجه كبيره وبيقدم اداء يعني جيد انا قصدي كده اصبح الارجنتين مرشح اول حتى لو فرنسا صعد او المغرب انا بقول لك حتى دلوقتي العالم كله انا اعتقد انه الناس مياله دلوقتي لكفه بتتكلم ككوره بقى ككوره وكتعاطف مع الاثنين وخلي بالك يعني فرنسا لو انا بتكلم على التاريخ برضو ما عملتهاش غير البرازيل فممكن يعني تبقى صعبه عليها انها تحقق الانجاز ده يعني السنه على الثاني ايطاليا عملتها ممكن ايطاليا عملتها في الثلاثينات بقى لا انا بحكي على يعني في البرازيل 58 62 فال يعني حتى لو 62 انت بتتكلم من 50 سنه ولا 60 سنه 62 ده يعني اخر مره فرقه كسبت مرتين ورا بعض من 60 سنه فده هيبقى انجاز شفت فرنسا كانت الاول بتكلم خايفه من ايه من لعنه البدايه طبعا لو اداء وخلاص وثقه عاليه في نفسهم وهو الفريق لو بدا يعني يلعب يعني يعني هم يحاولوا يرتقوا بنفسهم لمستوى ميسي هتبقى الامور مختلفه تماما اعتقد ان هو يعني زي ما احتفلوا بكوبا امريكا اعتقد ان هم حاليا الاقرب للاحتفال بكاس العالم. طب محمد هو ممكن المغرب تعملها مع فرنسا يعني فرنسا كل الناس طبعا الترشيحات راحت لفرنسا بحكم التصنيف وبحكم النجوم وبحكم كل حاجه لكن بعد ما المغرب عمل ملحمة المغرب أكتر فريق قابل قوة عظمى
في الكاس العالم يعني اكتر من البرازيل واكتر من الارجنتين واكتر من اي منتخب. تكلم كرواتيا، بلجيكا، اسبانيا، البرتغال، وبعدين فرنسا. يعني شعور صعب قوي جدا. انا ده لو قابل الكونغو والكاميرون والسنغال كان خرج. ده هو ده المغرب عامل ملحمه وسط عمالقه يعني. الحقيقه صح يعني صح. طيب هل ممكن يحقق المفاجاه اللي هو ديشامب؟ انا مش هسميها مفاجاه خلاص، انا رفضت كلمه مفاجاه المغرب خلاص. المغرب قوه عظمى لازم نتعامل معاها طبعا. وديشام كمان اتكلم على الجمهور المغربي. نضر الراجل قال لك نفسي ما احترمنيش يعني. ايوه نفسي في الملعب قال كده. الراجل قال لك نفسي فرنسا ما تحترمناش في الملعب. هو اتسأل كمان على فكرة الاستحواذ، وانه فتح بقى النار على الصحفيين بقى اللي سألوه على فكرة الاستحواذ، انه الاستحواذ ايه اللي بتكلموا عنه؟ ما اسبانيا خدت الاستحواذ وفي النهاية خسرت يعني. واكتر من مباراة يعني كان الفرق بتبقى هي اللي ماسكة كرة. البرازيل كانت ماسكة كرة على كرواتيا وخرجت يعني. برضو كمشجعين وكإعلام برضو يعني فاكر انت برضو كيروش مسكنا عملنا فيه ايه؟ كوبر مسكنا عملنا فيه ايه؟ عشان فكرة الاستحواذ والشكل والأداء برضو مش كل يعني مش في طول الوقت الاستحواذ هو الأصل. طبعا طبعا. ولا وأداء أصلا المغرب كمان كان هايل جدا قصاد البرتغال اكتر كمان من اسبانيا. الدافع بقوه بشطاره وبشكل تكتيكي سليم بالظبط. وعنده كمان الامكانيات بتاع اللعيبه النهارده. العالم كله أناحي النهارده. برشلونه بيتكلم على ضم أناحي، وانريكي ابدا اعجبه جدا. ما كانش عارف اصلا اللاعب. يقول لك اللاعب رقم 8 ده لاعب جامد جدا يعني. ده بيلعب في بيلعب في فرنسا. في فرنسا هو فرنسا. هو اكتر من لاعب. باريس سان جيرمان بيلعب فيه حكيمي. هم يعني هم متقسمين ما بين فرنسا واسبانيا. لا برشلونه عايز أناحو وترشح كمان حد تاني. هو في مرابط يورجن كلوب اتكلم على مرابط برضه. مرابط واحد من احسن لعيبه الوسط. لا هو احسن هاف ديفندر يا كابتن في البطوله. مرابط ده يا كابتن هشام احسن هاف ديفندر في البطوله. مرابط ده لعيب هايل. احسن هاف ديفندر في البطوله صحيح. بصراحه لعيب كبير قوي. لعيب كبير قوي. والحقيقه انه يعني الركراكي رغم صعوبة المهمة اللي تولاها قبل شهرين بس من بطولة، بس الإنجاز اللي عامله ده تاريخي يعني. فطبعا مواجهة فرنسا لا طبعا هتكون مواجهة صعبة جدا، لأن أنت بتقابل يعني هي 50-50 ولا 60-40 ولا 70-30 ولا 60-40 للمغرب يعني بالنسبة كام؟ 60 لفرنسا 40 للمغرب. ولكن المغرب نمرة واحد هيبقى عنده دافع كبير جدا بعد ما خرج البرتغال واسبانيا. اللعيبه الريتم بتاعها والثقه بتاعتها عاليه جدا. نمره 2 وجود الجمهور في الملعب والدعم الكبير اللي بيشهده المنتخب المغربي، كانك بتلعب في المغرب وما بين جمهورك. بس الناحيه الثانيه هيبقى المنتخب الفرنسي عامل حسابه كويس جدا يعني. مش هيبقى متهاون لا، ده الفرقه دي خرجت مش تهاون على الاقل. هي مش تهاون. ما هو اسبانيا ما تهاونش ولا البرتغال، بس ثقتهم كانت زياده طبعا. ده استغلال لا النهارده بقى في المنتخب الفرنسي لا هيعمل حسابه. لا ممكن طبعا. جدا لو لعبت المنتخب المغربي معاه الكوره ممكن يرجع يقابل من ثالث الملعب او من نص الملعب بتاعه، مش هيبقى فاتح الملعب زي ما مثلا المنتخب الاسباني كان عامل او منتخب البرتغال. قبل ما اروح للكابتن هشام، كل الماتشات دي على فكره معظمها اللي اتفرجت عليها كل الفرق بتقفل الملعب بتاعها يعني. انت ما شفتش مباراه واحده كابتن هولندا بتعمل كده. هولندا قدام الارجنتين اول مره في التاريخ مش هولندا بتعمل يعني كده. كرواتيا بتعمل كده بالظبط يعني. انت كوريا واليابان وامريكا وكندا يعني شفنا ده كل. انت لما بتقابل فريق كبير لازم تلعب بالطريقه دي في فروق فنيه يعني. انت كنت زمان بتتفرج على جيم مفتوح من الفرقتين يعني. يا كابتن لما انا بلعب على طرف قدام يعني امبابي بفتح له الملعب يعني. واحد يعني واحد بالسرعه دي والقوه البدنيه دي مثلا. امال الناس اللي كانت بتظلمنا في ماتش ايرلندا ما هو برضه مبقاش قوي كده كده هو كده كده يعني يا كابتن. يعني يا كابتن لا ما هو ده اكبر حد لمس الكره كان كابتن شوبير. لا ما هو ادي الكره ترجعها له يعني. رجعت له كم مره؟ مش انا والله، مش انا اللي كنت برجع. طب رجعت له كم مره؟ هي مره واحده. انا هاني اللي كان خشوا على اليوتيوب يا كابتن. هاني كان على طول يسقط وياخد الكره ويحطها ويرجعها له تاني. من اكتر واحد رجعها من اكتر واحد رجعها مش بامانه لشوبير. هاني هاني رمزي. هاني رمزي كم مره؟ تقريبا 20 مره في مره واحده. لا هاني رمزي كم مره؟ ايه لا بجد والله يا راجل. ده عادل عبد الرحمن كان فيرود كان بيراجع كوره شوبير. انا هعمل ايه يعني؟ لا 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 هو بس جننتوا الايرلنديين يعني. احنا مثلا ماتش هم غيروا القانون فعلا بسبب الماتش ده. غيروا ان ممنوع الجون يمسك الكوره. ده الراجل جاله شلل. جاله شلل. حسيت ده في الملعب اتشل بتاع ايرلندا يعني. طب يا شوبير كنت شاطها من رجليك خرج. غيرت القانون. قال لك مش ممكن. قال لك اول مره شوبير بتعمل ده. طب احنا مش بنلعب على فكره. احنا ما طلبش مننا ان احنا نلعب دفاع.
كابتن جواري ما كانش قال لكم كده؟ لا 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 احنا الجيم عادي ونازلين نلعب عادي. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الولاد الايرلنديين ما شاء الله، انت لو شفت اجسام بصراحة. اجسام وقوه خضو. وانقداد غير طبيعي. وبعد كده ايه اقوى من الانجليز في الماتش بكتير. لا يا راجل بكتير. يعني احنا خسرنا من انا لو جريت لك صوره للعيب معايا اللي هو اللي كان كاسكارينو. كاسكارينو ده ما شاء الله فاخده حجم كتافه بالحجم فاخده قد كده ما شاء الله. يعني حتى تشوف الكوره وانا بطلع كوره منه على صوره ما شاء الله الفخده كده عنده قوه غير طبيعيه. فانكمشته هتعمل ايه؟ طب الكابتن جواري كان بيقول لكم ايه؟ ايه؟ كان على الخط الكابتن جواري بيقول لكم ايه؟ الكابتن جواري الكابتن عادي ما الجيم اصلا انت عارف ايه؟ طول عجبته ما الكابتن جواري عجبته طول ما الماتش ماشي وما فيش حاجه والهجمات ما كانش على فكره يعني ما كانش فيه شراسه في احراز مثلا في تضييع اهداف. يعني ايرلندا ما ضيعتش جوان كتير. هتضيع ايه يا كابتن ما انت بتراجع كوره طول الماتش؟ ما انا بقول لك لازم تروح للكوره عشان يضيع. يا اخي كنت مديهم خمس دقائق حاول بقول لك ايه نزل كابتن مجدي عبد الغني عايش عليه حد دلوقتي وسرق منكم الاضواء كلها وعاش هو على الهدف الجول الجول بتاع هولندا. لا بس احنا لعبنا قدام هولندا يعني انا قدام بلاد قدام انجلترا شويه الكابتن هشام كلهم قاعدين يتفرجوا ده في الاعلانات وكل حاجه هو خد الاضواء كله كانوا مفيش هو غير هو اللي لعب الكوره عبد الغني اللي هو هشام ياكل اللي انا السبب انا السبب انا السبب انت اللي عملت فينا كده يعني انت لعبت اسطوره مجد عبد الغني نفسي كده اعمل ايه يا جماعه اي حد عايز يعمل الاعلان معايا انا السبب روحوا للباصه ده مجدي انا شاط بيه يعني هو مجدي ما حطش غير الكوره في الكوره وكان هيضيعها لا بس مجدي كان لعيب كبير طبعا صراحه انت تعرف ان التسعينات ما كانش فيها شروط الهدف زي الالفينات يعني هو الكابتن سمير زاهر الله يرحمه هو اللي بدا يرجع الفكره انت كل شويه هتنزل لنا بالجول ده فالكابتن مجدي مشيت معايا يعني في التسعينات ما كانش واخد الشهره دي كلها اللي واخدها بعد لما كان مع الكابتن سمير زاهر في اتحاد الكوره بدا بعد كده الاعلانات وشه كل ما حد قبلنا جيل من 90 يقول لك احنا لعبنا ورحنا وكل حاجه مجدي عبد الغني لحد دلوقتي اعلاناته عايشه على الدنيا كلها. طيب نطلع فاصل بسرعه فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم. اهلا بكم من جديد. بليغ ابو عيد نختتم بقى الكلام عن كاس العالم بالتوقعات لمباراه بكره. شايف المباراه ازاي وتوقعاتك ليها ايه المغرب وفرنسا؟ لا والله يعني كلنا طبعا يعني شفنا اداء المغرب وكنا استمتعنا بيه سواء من يعني اول المجموعه سواء ما كان روتريا بلجيكا كندا بعد كده اسبانيا والبرتغال لكن اعتقد انه المغرب يعني ما حققه انجاز وانا اعتقد انه هو الدافع سيصطدم بالواقع يعني غدا الدافع الكبير المغرب سيصطدم بالواقع اللي هو الفرنسي فاعتقد انه يعني المغرب كده يعني قدم افضل ما لديه وممكن يكون فرصه اكبر في المنافسه على الثالث والرابع قدام كرواتيا لكن نتمنى التمنيات غير الواقع. انا كنت اتمنى المغرب لكن يعني عندي قناعه كبيره الكره طبعا ما فيهاش مستحيل لكن المنتخب الفرنسي هيقدم عرض قوي النهارده عشان برضو زي ما النهارده الارجنتين قدم رساله ان هو بالفوز الكبير ان هو قادم للمنافسه على اللقب فبرضه المنتخب الفرنسي بكره هيقدم قدام المغرب مش هيكتفي باللعب المغرب كمان لازم يقدم رساله قويه للارجنتين ان هو لن يتنازل عن لقب وسيدافع عنه. محمد مباراه كبيره ومباراه تبقى صعبه جدا على المنتخب المغربي لان هي قصاد بطل العالم وواحد من اقوى الفرق المرشحه للتتويج بيضم مبابي وجيرو الهداف التاريخي وعناصر يعني كبيره جدا في المنتخب الفرنسي فبالتاكيد مش هيكون مباراه سهله وخاصه كمان مشوار المنتخب المغربي كان صعب ولعب كم 120 دقيقه في مباراه اسبانيا يعني لا الدنيا رايحه في سكه فرنسا اكتر واتمنى طبعا وامنياتي كلها وقلبي كله طبعا مع المنتخب المغربي ان شاء الله يعني يعرف يعمل مباراه كبيره ويعني يمكن تيجي ان شاء الله الفوز منتخب المغرب ان شاء الله. كابتن هشام فنيا بقى يعني لما يكون عندك فروت زي امبابي بيواجهك جناح كبير يعني عظيم وسرعات قويه وقوه بدنيه انت لسه بتقول لي كاسكارينو بتاع ايرلندا كان في خاده قد كده في الماتش بتاعكم فكان بالنسبه لك مرعب كسردباك يعني امبابي نفس الفكره لو مبابي اتفرج اكيد على شادي حسين برضو خد خبره من ال ما يسلكش مع شادي اتفرج برضو اكيد اتفرج لا يعني استفاد محمد عبد المنعم استفاد محمد عبد لا استفاد يعني من الجون برضو وطريقه اللعب انت
وهيموت. اصل انا كمان خد بالك ايه الشناوي امبارح ما اتطردش والجون بتاع الكرواتي ما اتطردش برده في البنالتي نفسه برضو؟ نفس الكوره. طب انا اقول لك طب بذمتك مش البنالتي بتاع الارجنتين مش نفس فكره بنالتي الاهلي بتاع طب انا اقول لك قريبه جدا صح ولا غلط؟ الفكره قريبه في ايه؟ اللي هو الجون عمل بنالتي واللاعب اتطرد. طب انا اقول لك ما طردوش ده له كارت اصفر. طب انا اقول لك مين اللي هيفوز بالنهائي؟ طب انت اللي هيتفرج على الماتش الاهلي هيبقى بيلعب بطريقه اللعب هو اللي هياخد الكاس العالم. طب انت امبارح كنت مع طرد الشناوي ولا انذار بس؟ لا طبعا الطرد ليه ما اطردش ما اطردش فير يا بلي ايه ده اصل لا الكوره حق يا كابتن الواحد بيقول كده خلاص بس انا واثق ان اللي هيتفرج على ماتش الاهلي وفوتشر وهيستفاد من طريقه اللعب في هو اللي هيكسب الارجنتين او المغرب او ارجنتين فرنسا اوكي هيبقى في فرصه يبقى الجمعه طب فكرنا نعمل لهم هايلايت انت بتتفرج على الماتشات دي ده احنا هنبدع فيها دلوقتي حد لسه اتغير تصدق بالله اقسم بالله تحس ان انت بتعصر بقيت تعصر مثل اصل مش بس الماتش ولا فنيات بس حتى الشكل والتصوير وعينك بس لا شايف الماتشات ازاي وشايف الملعب والاضاءه والجمهور حتى بالظبط يعني بالظبط يعني احنا بنتكلم على الـ 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 الروح اللعب يعني الجيم شغال والماتشات شغاله وفي كوره قدم بتتعمل وغير الكوره الالتزام باللعيبه في الملعب عامل ازاي حتى قرارات التحكيم لو عليها كلام شوف اللعيبه عامله ازاي وشوف هنا اللعيب النهارده اللعيب يفاول يمشي يشوح اللي ما اعرفش الجمهور موجود عايز يمسك في شفت هناك الناس بتتعامل خسران سته ولا الجمهور عامل ازاي والنهارده الارجنتين كسبان الجمهور كرواتي عمال يسقف ازاي وده ما فاينل كاس عالم يا جماعه يعني نفسي نتعلم الايجابيات برضو هو ده اللي انا بتكلم فيها يا محمد واحنا انت عندك مشكله معانا لحد الان عايشين على الماتش هولندا فالاداء الحلو بالنسبه بص يا بليغ ايه يعني انا ما فيش مانع ان احنا يا سيدي متراجعين نطور في نفسنا فنيا ويا ربنا يكرمنا ان شاء الله بس انا بتكلم ده. مين هنتكلم دلوقتي مين يقدر يطور هنتكلم دلوقتي بس انا اقصد ايه يا كابتن زي ما الجمهور نفسه البث يبقى بهذا الشكل ويقعد يلوم الجمهور بتاعنا بيقعد يلوم هو ليه البث بتاعنا مش زي بره هو ليه الانتظام المسابقه مش زي بره هو ليه الحكام ادائهم طب ما انت كجمهور برضو ليه ادائك مش زي الجمهور اللي بره يعني خلينا كلنا ناخد الجوانب الايجابيه اللي بنشوفها بره مش بس في كاس العالم في كل الدوريات اللي بره فكره الروح الرياضيه يا كابتن اللي اختفت دي الجمهور والاحساس الانتقامي يعني الاحساس اتكلم انا في الموضوع لا الاحساس الانتقام ما كابتن ما انت بتزرع ما هو ده الجمهور ده عباره عن ايه نشئ طالع انت بتغذيه بايه لازم نشيل الاحساس الانتقامي ده ان في الاخر الكوره والرياضه مكسب وخساره المهم الناس تعمل اللي عليها يعني انت بتقول في ماتش ايرلندا انا نازل مش كده اتفاجئنا بكذا كذا فغصب عننا بقينا كده والماتش خد الريتم ده خلص الماتش طب ما تعمل حاجه لطيفه قوي يا محمد النهارده الدوري المصري بتاعك النهارده في سلبيات كتيره جدا انت ممكن تقلبها الايجابيات حط عقاب لاي حاجه بتحصل احط رولز لاي حاجه بتحصل يخطا الجمهور اللي ادبه ما فيه ايه ما في قرارات في لوائح بتشرع ده لا التصرفات الشد اللي ما بين الانديه وبعضيها كمسؤولين يعني كمسؤولين يحصل عليهم بنالتي ياخدوا بنالتي دي يعني ايقاف من حاجه خصم نقطه اي حاجه بالظبط استبعاد الحاجات دي ما دي برضه يا كابتن اراده من الكل بص حضرتك عايز تطبق صح ما هو برضه يعني خلينا برضه نشرك معانا بليغ ومحمد سؤال المنظومه دي مش بس اتحاد كوره عشان ما نقعدش طول الوقت ايه نقول اتحاد الكوره انا ما اتفرجتش على الكوره السنه دي ولا السنه اللي فاتت ماشي يا كابتن انا اتفرجت على يعني مثلا احنا لما خناقات بس معاك حق حتى بيننا احنا كاعلاميين بالظبط حتى بين الجماهير حتى بين المسؤولين حتى بين اللعيبه في الملعب بالظبط كل حاجه خناقات يعني عشان كده المغرب وصلت ما فيش عندهم ده احنا ان شاء الله العصر لا وكل يا كابتن كل الدنيا اي تطور في اي حاجه محتاج التزام ونظام ما فيهاش هزار لكن هو السؤال برضو هو اتحاد الكوره متحكم في كل حاجه بص مش في هكمل بس سؤال لازم تكون في اراده كامله يعني لما اجي اقول ايه لازم نفتح الاحتراف طب ده قرار اتحاد الكوره لوحده يعني اتحاد الكوره يعمل تسهيل الاحتراف ماشي طب مين اللي بيقرر الاحتراف مش الانديه هو الانديه هتسيب لعيبتها طب وهتسيب لعيبتها واللعيب نفسه هيمشي ازاي وبياخد قد كده فلوس ما برضو لازم في اراده كامله متكامله من المنظومه كلها عشان نوصل للنجاح المرجو مش كده بص انا اقول لك حاجه المنظومه هتظل فاشله طول ما تحولت البطلها الترند سواء المسؤول اللي هو بيبحث عن الترند
وان هو بيدور على اللقطه والصوره. قصدك ان تناوبت ضرب السوشيال يعني؟ سواء الصحفي اللي هو برضك بيبحث عن الترند اللي هو بي 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 يعني بيتواجد في ازمه. مالكش دعوه بالصحفي. الاعلامي بصفه عامه. خلينا في الاعلامي. أيوة. يا استاذ محمد اوعى خلينا في الاعلامي. خليك فيا مالكش دعوه بالصحفيين. الصحفيين دول بنتكلم عشان نبقى يبقى ما هدي البدايه وحبايبك. ما انت برضو يا محمد ما انت اصلا يعني برضو صحفيين. لا بس معلش الصحفيين الى حد كبير اكتر ناس عندها الى حد كبير اتزان في. انا بتكلم على الكتابه. احنا ما بقاليش دعوه بالاراء اللي بتطلع على التلفزيون. انا بتكلم على الكتابه يعني برضه. ما احنا جزء من المنظومه مش هنقدر لا يعني تظل الصحافه كصحافه يعني طبعا طبعا مش اكثر المجالات الاعلاميه اتزانا الان. تمام. المسؤول انت دلوقتي بتقول اتحاد الكره. لا اتحاد الكره اضعف حد في المنظومه. قول اتحاد الكره بيكمل سنه بيبدا بها لوائح بيختم بيها. لا كل شويه تغيير. حتى دلوقتي مثلا السوبر ايا كان نظام انت وضعت نظام في بدايه الدوري وقعدنا نتكلم لا هيبقى بطل الدوري ده لا مش عارف ايه دلوقتي مثلا عاوز يعملوا اربعه. هل اتحاد الكوره فكره ان هو التطوير والمنظومه مين اللي بيعملها؟ اللي لما يكون قوي الاتحاد قوي هو اللي بيقدر. النهارده لما ان الاتحاد القوي والناس اللي بقول لك على مفاجاه بيبدا يتكلم على الاحتراف. طب اقول لك على مفاجاه انا عرفتها. هم بيجهزوا دلوقتي ومستعينين بناس بلان كامل لتطوير الكره المصريه لينو كمان يا مسهل. حلو. وبلا هي خطه سريه. خلينا اكمل لك. هي خطه سريه. خلينا اكمل لك طبعا. هي خلطه كنتاكي. ما تبقاش خلطه كنتاكي هيطلع فاجونا بيها. وواحد كابتن هشام بيعمل اعلان على الهواء. بيعمل اعلان. بيعمل اعلان على الهواء. هو انت اقول له ايه ده والناس. استنى بس هو انت بتاريخك الكبير ده 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 في حاجه عن تطوير الكوره؟ سمعت عن المشروع ده؟ يا كابتن مين بيعملوه في السر يعني؟ مين اللي بيعمله؟ يا فندم ما الاول قول لي مين بيعمل المشروع ده عشان اقتنع بيه؟ انا بليغ لازم استنى ما يخلص مره. يعني تطوير الكوره يا كابتن هشام يعني. انت سمعت على المشروع ده؟ حد قال لك؟ قول لنا وجهه نظرك. على ايه؟ انا راجل شاطر على التطوير يا باشا. انا راجل اكتر منك. المفروض نطور الكوره مش مفروض مش فكره عن يعني الاستاذ جمال علام هو اللي بيطور الكوره. استاذ محمد هو والمجد دي خلطه سريه. جاب مستشارين. مين يا سيدي؟ لحظه واحده. مين المستشارين يا سيدي؟ اسمعني للاخر. ما تبقاش اسمع للاخر. ما في حاجات ما ينفعش. وانا بقول لك عشان اخد رايك. ما انا في الاخر هاخد رايك يا بليغ. بس خلينا نتكلم. انا عايزين نتكلم بشكل ايجابي يعني. اقصد شكل حتى لو المسؤول ما خدوش بيه يبقى احنا قدينا دورنا. احنا مش اصحاب قرار. لا انا ولا انت ولا كابتن هشام ولا محمد اصحاب قرار صح. لكن احنا اصحاب راي مفيد ويسفر على اصلاح هدفنا كده. طب كده اديني ارد بقى. ما انا هقول لحضرتك. ما انت هترد ماشي يتكلم بس اديني حق الرد. اللي انا اقصد اقول ايه؟ المنظومه مش بس اتحاد كوره عشان نكون منصفين برضو في التعامل. مش بس اتحاد كوره يا كابتن هشام. المنظومه عباره عن اتحاد كوره وانديه وجمهور واعلام. كلنا المنظومه دي كلنا صح؟ صح. طيب المطلوب من اتحاد الكره انه يطور هو والرابطه. ماشي. ضعاف او ما عملوش حاجه قبل كده هم عندهم دلوقتي اراده انهم يعملوا حاجه بعد موقف المغرب. هم دلوقتي منتشين عايزين يعملوا حاجه. طب تعال نشجعهم. حلو كده؟ عشان بعد المغرب. طب المغرب عامل حاله. يعني اي اتحاد في افريقيا يعني بعد المغرب نفوق يا سيدي. وبعد كده ما هو انت برضو انا عايز خلينا نعمل ستارت يا كابتن. ايه الستارت اللي هو ايه الاول؟ ما انا عايز اقول لحضرتك خلينا نتكلم الكلام الايجابي المفيد دلوقتي. احنا دلوقتي الناس بتجي. طب هل انت عندك تضمن ان الانديه تبقى ايضا عندها نفس الاراده؟ يعني لما نيجي نقول فتح الاحتراف لما تيجي تجيب اجانب من بره لازم يكونوا بشروط محدده 1 2 3 4 نظام المسابقه هنعمله مفيش تاجيلات كل الكلام ده. هل انت هتضمن ان الانديه والاعلام والجمهور يقف جنب صالح المنظومه ولا هيقف مع النادي ولا هيقف مع انتمائه للنادي؟ ممكن ارد بعد اذنك. اللي بيحصل ده غضب كاذب زي الحمل الكاذب. احنا بعد اي حاجه بيحصل في مصر بعد خروج زي الناس النهارده كلها حمل الكاذب ده نفخ على الفاضي. ما هو اللي بيحصل ده النهارده غضب كاذب. النهارده بعد كاس العالم والناس في مصر حاله غضب. احنا مصر فين؟ ما كناش موجوده فين؟ فين تطوير المنظومه؟ فين فين فين؟ محدش في حد الكوره طلع قال كده. استنى انا محدش اتكلم في الاتحاد. احنا اللي بنقول. ما انا بقول لك حاله يا استاذ محمد بقول لك حاله الغضب في الشارع المصري. المسؤول بيعمل ايه عشان التهدئه؟ زي يروح يقول لك ايه؟ لا احنا بدانا في مشروع تطوير. الكلام ده كله استهلاك. محدش اتكلم. لا محدش قال. حد قال فرصه. ايوه ما تقولش حد. انا اللي بقول. ما حضرتك في فكره معموله ثلاث ايام هو حد اتكلم فيها. زي اللي حصل ايام الكابتن لما حصل الازمه والكابتن ايهاب. يا بليغ محدش اتكلم. طب يعني انا بقول لك خبر. انا عارف خبر. انا عارف انا برضك صحفي في معلومه ان هم عاوزين يطلعوا ورقه كده يهدوا. مش ورقه. تتكلم فيها. انا برضك مش معلومه. يعني لما حصل ما انا نفس القصه دي حصلت يوم ما الكابتن ايهاب جلال مشي. جه اجتمع عاوز اقول لك على حاجه. هنمشي جمال. طب هقول لك على مشروع لتطوير الكوره. طب هقول لك على فكره احسن. والدنيا هديت وخلاص. طب هقول لك على بعد ما نطلع من الاولمبياد هنعمل ونسوي يا سيدي ماشي. ده كله بيبقى ايه؟ غضب بكرة. كاذب يومين ثلاثه وبيتنسى. طب اعتبر بكره. اتحداك يا استاذ محمد. بكره انا وانت. بص بكره اعتبر بكره مشي جمال علام والمجلس. حلو كده؟ تمام.
ويا عم وتعالى احنا الاربعه في اتحاد الكوره. حلو كده برضو. احنا عندنا رغبه الاصلاح. تمام. حلو. احنا يا عم الجهاب زي اللي عندنا رغبة. اوكي. طيب هل تضمن وانا وانت بقى والكابتن هشام ومحمد بندير اتحاد الكوره، هل تضمن ان تتوافق معاك اراده الانديه؟ انا حطيت سيستم للاحتراف مثلا يا كابتن هشام، هل تضمن التزام الانديه؟ لو انت مش هتعيش في جزر منعزله وانت كرئيس الاتحاد مش بس. هتجامل ده ومش هتجامل ده، هتقدر تعمل كده؟ لو ما بداتهاش مجاملات كرئيس الاتحاد وما عشتش في جزر منعزله هتقدر تعمل كده؟ مش مجاملات. الانديه هتقبل على الكل، هتقدر تعمل كده؟ طب هل الانديه هتقبل؟ انت يا كابتن هشام، الانديه هتقبل ان هي تفرط في لعيبتها تحترف، ان هي لما تجيب محترف لشروط محدده ما يبقاش السمسره هي اللي غالبه؟ يعني النهارده الانديه السمسره اللي غالبه الفنيات اللي بيجي محترفين وتمشي. سيبك من الاهلي والزمالك بنركز معاهم كتير، لكن انديه مصر لغايه الدرجه الرابعه فيها افارقه. بيجوا اجانب. بيجي واحد بس. لغايه ما انا بقول لك يعني في اكيد محترفين كتير ما بيحققوش النجاح المطلوب في الدوري المصري ولا بيحققوا التطور الموجود. هل تضمن انت يا كابتن هشام وانت راجل بقيت عضو اتحاد كوره معانا اهو، اراده الانديه تبقى موجوده؟ يعني ممكن الاهلي الصبح يسيب محمد عبد المنعم واكرم توفيق والزمالك يسيب امام عاشور ويسيب احمد فتوح وبيراميدز يسيب ابراهيم عادل والناس دي تطلع بره عشان يبقى عندك صلاح تاني والنني تاني اللي هم بعد ثلاث سنين هيبطلوا؟ ما عندكش محترفين. انت بص انا هقول لك على حاجه، انت عندك المنظومه تحت وحشه قوي، ده نمره واحد، فعشان كده ما عندكش البديل. تضمن يا كابتن هشام وانت عضو مجلس اتحاد الكوره اراده الانديه يا كابتن؟ ما انا بقول لحضرتك فتره انتقاليه هضمه. احنا مش كان قبل كده بيطبق اثنين محترفين بس وكانت الانديه راضيه. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده يا جماعه. احنا النهارده الاحتراف ده نتيجه ايه؟ انت بتجيب لعيب بيطلع بيحترف، عايز يحترف بره وياخد بره وصدر لعيبه، يبقى هنا يجب عليا كنادي لازم اهتم بقطاع الناشئين بشكل كبير جدا علشان خاطر يقدر. لكن قطاع الناشئين النهارده على مستوى مصر كله في انحدار تام، لان مفيش لعيب لحد دلوقتي بارز من الولاد الصغيره اللي موجوده على السوق، فعشان كده ما اقدرش. ده ضلع مهم في المنظومه. بالظبط. ومين جاله يعني مين جاله لعيب في الاهلي ولا الزمالك عرض احتراف قوي من نادي اوروبي؟ ما فيش حد هيجي لك. ما حدش هيجي لك. ما هو ليه؟ النهارده لو جه لا في اي نادي مش انا هقول لك اهو ايه، هقول لك ليه. ما انا هقول لك اهو، خلينا نتكلم بالامانه. لا هيجي. ما حدش طلب منه. يعني النهارده محمد معانا اهو، لو جه الوقت اكرم توفيق عرض، انا بتكلم على الخمسه البارزين عندنا في الدوري اللي هم سنهم صغير، يستطيع يعني اكرم يقدر يلعب في اوروبا بالمستويات اللي بنشوفها، فتوح يقدر يلعب في اوروبا، عبد المنعم، امام عاشور يقدر يلعب في اوروبا، عبد المنعم يلعب في اوروبا، ابراهيم عادل في نماذج. العرض الرسمي جاي لكل حسبتهم مين؟ مفيش. اديني فرصه. ما هو النهارده الشركه لما بتيجي تسال او الاول تستشير او تعرف، فبتلاقي الطلبات بادئه من 2 و3 و4 مليون دولار. النهارده اللعيب بياخد يا كابتن هنا 2 مليون دولار في السنه. حلو. او 1 مليون ونص دولار في السنه. فالشركه انت بتقول له ايه؟ اقل عرض. هو الاهلي لما جاله عرض الاليو ديانج قال لك اقل من 7 مليون مش هبيع. هو مش مصر اليو ديانج، انا بتكلم بشكل عام يعني. لو جاله عرض لفلان مش هيبيع. مش ده اللي بيحصل؟ ما انا اقول لحضرتك في نادي اوروبا النهارده غير الكبار هيدفع الارقام دي؟ لا لا، انا اقول لحضرتك على حاجه. بص النهارده مثلا في اوروبا عملوا لائحه لعب مالي نظيف. وشركات كوره للانديه، انا مش نادي اجتماعي ميزانيتي اجتماعي في كوره في يد في كل حاجه، لا انا عايز شركه كوره ايراداتها ومصروفاتها بتاعت كره القدم بس، وتطبق عليها لائحه لعب مالي نظيف. انت بتصرف قد ايه؟ انا بقول على المفروض يحصل. مش لو انا بقيت رئيس اتحاد ولا بليغ محمد ده، لو بقى مين رئيس هو حد يقدر يعمل كده؟ هو المفاجاه اللي لازم يحصل، هي كانت معموله في القانون الجديد دلوقتي بيعدلوها في القانون الحالي. هيبقى الرئيس انه يبقى عضو مجلس اداره يبقى في اللجنه، يعني يبقى في شركه الكوره. القانون الحالي ان هو ما ينفعش يبقى في رئيس نادي او عضو مجلس اداره في النادي. فقال لك لا رجعوها تاني دلوقتي. لا ماشي، ما بيتكلمش على الشركه. يعني فكره العزل احنا ما قدرناش نطبقها. يبقى في لائحه رجعها تاني. ما بيتكلمش على الشركه، هو بيتكلم على فكره. لا انا على فكره الاستقلاليه احنا ما استحملناش يا استاذ محمد. افصل الكوره. هو قصده ايه محمد؟ الايراد قد المصروف، فانت غصب عنك مش هتدي مرتبات عاليه، فتنزل المرتبات، يبقى اللعيب حله ايه؟ يحترف. يحترف هتبيع. ما انت النهارده لما تاخد فلوس كتير مش هتحترف. بالظبط. صح. ده زيزو يا راجل بالقيمه دي جاله عرض، وقعدت الزمالك بياخد اكتر. بالزبط. هيمشي ليه؟ بالظبط. ما هو لعيب ملتزم في الزمالك الحقيقه وبحقق كل حاجه، بس هل كان افضل فنيا زيزو يلعب في اوروبا ولا يفضل في الدوري المصري؟ بقى في الدوري المصري. في الدوري المصري افضل. لا افضل صح، بس ماديا في الدوري المصري. ما هو ماديا يا حبيب قلبي احنا اللعيبه اللي موجوده. وليه افضل في الدوري المصري ماديا؟ لانه بيخش اطراف اخرى تغريه. ما هو ليه الزمالك اضطر انه يجدد لزيزو يدفع فلوس كتير؟
لانه الاهلي دخل في الموضوع، بيراميدز يخش في الموضوع، فبدل ما يبقى اللعيب مثلا بياخد في 10 في بقى 20 وبقى 30، فالزمالك حله ايه؟ وهل هو يستحق المبلغ ده يروح للمنافس ولا يضطر يجدد له؟ فيضطر يجدد. ما انت برضه دايره ما بتخلص. بالظبط. انت عارف ان انا ضد فكره ان الاحتراف يبقى 2 و3 بس المحترفين اللي عندنا في الانديه، انا نفسي يبقوا 10 وطلع اللعيبه اللي عندك يلعبوا في اوروبا ويا بيه وباسعار اقل، حتى توانسه ومغاربه وكاميرونيين قول في الملعب 5. على فكره قول في الملعب 5 بس يا كابتن، انت النهارده بتقول لي 30 مليون و20 مليون، انا هجيب لعيب في السنه ب 100000 دولار. مش هيقدر. ما انت بتجيب الخمسه يا فندم، ما عندناش كشافين بينزلوا تحت. ما انت بتجيب 5 الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا حد بيجيب 5 بيستفيد منهم كم واحد؟ ما هو يا كابتن طرفه 2 او 3 منهم بيستفيدوا شمال افريقيا. اللعيب الافريقي بياخد كام في شمال افريقيا يا كابتن نشيد؟ ده 300 ألف 500 ألف. بس انا عايز اقول لكم على حاجه بس صغيره، اللعيبه اللي موجوده عندك في الدوري المصري المحترفين ما تقدرش تلعب بره دلوقتي. المصريين ولا المحترفين؟ المصريين. ليه؟ لان المستوى الدوري المصري ضعيف. ده كلام صح 100%. خلينا نتكلم، بس عندنا نماذج تقدر. ما ده اللي انا قلته، عندنا نماذج تقدر. ما انت النماذج محمد صلاح اول ما طلع لعيب يا جماعه افهم، في فرق بين ان انا راجل اقدر ابقى لعيب كويس، بس ايه اللي بيخليني ابقى لعيب كويس؟ لما الاقي الدوري بتاعي قوي. ما طب يا كابتن، ما هو المقومات بتاعه. لكن حضرتك يا كابتن خاض التجربه بالظبط، وبدأ بتركيا جلطة سراي، وبعدين راح ليفل اعلى فرنسا. ومصطفى محمد ده جيل عبد المنعم وجيل امام وجيل فتوح، في 4 5 في الجيل ده احترفوا. بالظبط مظبوط. هو كاس امم افريقيا مش افضل لعيبه، كان 3 من مصر منهم عبد المنعم ومنهم فتوح، ما دي لعيبه تقيله يا كابتن. بالظبط. صلاح مين نفسه يسهل؟ لما طلع بازل ما هم ميدو طلع جد. مين يسهل يا كابتن؟ اقصد مين يسهل؟ فين اراده اتخاذ القرار؟ ما انت مش هتقدر ان اللعيبين اللي عندك بصراحة. ما انت ما عندكش بياخد فلوس كتير هنا يطلع عليه بره. بس اللعيبه ما عندكش. طب انت جالك عرض من الخليج صحفي تاخد اكس، بكلمك بجد بقى. وانا قلت لك لا اقعد وهديك نفس اكتر من الاكس ده. هتمشي؟ بس انا لو هعمل مجد شخصي ليا برضه لعيب اللي ما انت ما لعبتك ما دي من كل تغيير المنظومه، تغيير الفكر في كده، تغيير الفكر برضه بتاعك. طيب ما حدش هيفكر. طيب خلينا الفكر بتاعك، خلينا برضه خلينا نتكلم. انا خد بالك بقالي دقيقتين فلازم نجري شويه. انا بس خلينا نتكلم دلوقتي، ايه اللي بيخلي الفريق الكره يبقى كويس؟ الدعم المادي. بدل ما فيش دعم مادي دلوقتي، وخصوصا ان احنا دلوقتي ولا في جماهير، والاعلانات النهارده للانديه اللي هي زي الانديه الصغيره تقدر تاخد اي دعم مادي، لان ما حدش بيقف معاها ولا اي حد بيديها. كابتن تلت الميزانيات الانديه بتروح على مصر، والتلتين التاني خلينا نقول الصراحه. انت يعني الصراحه هو ده مش كلام صريح؟ مش انت بتقوله؟ هو صح. مش صح. انا هقول لك على حاجه، النهارده السمسار اغنى من اللعيبه. يا ريته اغنى. انا ما بتكلمش على اغنى، ده السمسار بقى متحكم. مش بس ما هو متحكم في اغنى. متحكم في ايه؟ بقى متحكم في بس قول لي الحته دي. قائمه الانديه بقى متحكم فيها سماسه، في انديه بقى كده. دي الراجل ده في حد مره قال، شوف كابتن عرفت نصار ولا مين، اقسم بالله ان في سمسار او وكيل جاب رئيس نادي، يعني هو في الانتخابات دعم رئيس نادي، جابه رئيس نادي عشان صرف على حملته علشان خاطر عشان يسهل بعد كده. ما لازم نكشف بقى الحاجات دي يا كابتن. حلو. لازم نكشفها بس بقى. ليه يجي اليوم اللي نكشفها؟ حلو. عايز تحل، لازم كلنا عندنا الاراده. يعني احنا يبقى عندنا الاراده كاعلام، مش الاعلام اللي هو ايه المنتمي وال... لا الاعلام اللي عنده اراده للبلد. اتحاد الكوره يبقى عنده الاراده، والانديه لازم قائد قوي يا استاذ محمد اللي هو المتمثل في اتحاد الكوره يقدر يقود المنظومه ويتحرك بها. والانديه كمان لازم تساعد. الناس يعني انا بقول اهو في ناس بتفهم وتقنعني انا كلامك ان انا لما واحد يكلم فلان عن تطوير الكوره ما يكونش. طب ما تيجي نقول حاجه نختم بيها بقى. طب رابطه الانديه، مش رابطه الانديه دي هي المسؤوله عن اداره الدوري؟ لا يا عم انا مش هتكلم. لا انا مش يعني اقصد اقول لك ايه خالص. طب ما الرابطه تحط ايديها في ايد اتحاد الكوره وتجمع ال 18 نادي وبرضه تتكلم كيف نسهل الاحتراف. يعني الرابطه برضه هي تبقى من ضمن تخش في الفايل ده وتقول ال 18 نادي تعالى نقعد مع بعض نسهل الاحتراف. يا استاذ محمد قبل الموسم لما قالوا لهم تعالوا نعمل الدوري مجموعتين علشان نقصر المسافه عشان ننهي الموسم بدري، ما رضيوش وما اتفقوش. ففي النهايه ما فيش. محمد قال لك انا كلمتهم بالواحد ومحدش كان معترض. لا يا فندم، ده كلام الرابطه عشان اسباب تسويقيه ما فيش. وبعدين لما تبقى الرابطه ده تبع نادي ده وده تبع ده وده تبع ممثل اللي عندها ما فيش فايده. ما احنا بنخاطب على الهوا اهو بقى عشان كل واحد يتحمل. ما فيش حاجه ليها استقلاليتها وفي ان هي موضوعيتها مش هيتحقق حاجه. لا انا مع النظام اللي
شغال يا عم. عايزها هيصه مش عارف اشتغل. بقول لك ايه، عايزها هيصه كام يكسب؟ انا بالذات انا هو موضوع عايزها كده. عايزها كده نسيبها كده. خد بالك كان في فيلم اسمه عايزها كده، فاكر فيلم تجيبها كده؟ هي بقول لك ايه، والله انا معاكم معاكم. حدش يحط عليه بقى، حط عليه اخويا انا موافق. فاكر فيلم كان اسمه تجيبها كده، تجيلها كده، هي كده هي كده. كابتن هشام شرفتنا حبيبي محمد، اشكرك شكرا جزيلا. اسرتنا كالعاده بليك كالعاده طبعا، اسرتنا. انا بتشرف بيك دايما يا استاذ محمد ووجودنا معاك والزملاء. بشكرك يا مريم، شكرا جزيلا، منورنا دايما. محمد مصطفى نورتنا كالعاده. ربنا يخليك يا استاذ محمد، دايما مبسوط معاك. بشكرك شكرا جزيلا، نلتقي على خير قريب ان شاء الله. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره عندنا ليله العيد، وانا قلت كده وانا متفائل جدا والله للمغرب. ان شاء الله الساعه 9 هيواجه المنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي لكاس العالم، خبر لو كنا قلنا من اسبوعين هنقوله هتقولوا علينا مجانين. النهارده بنقول بكره، تخيلوا قبل نهائي كاس عالم المغرب مع فرنسا الساعه 9 مساء. ان شاء الله نلتقي في حلقه جديده من بوكس تو بوكس الساعه 11، نهنئ المنتخب المغربي على التاهل باذن الله. الى اللقاء.